سيدوم في تنفيذ هذه الكرة الثابتة وسهلة سهلة سهلة ولا الهدف الأول لوداد تلمسان، الهدف الأول وخطأ فادع، خطأ فادع من الحارس شويع، ولكن هاي الإعادة مع مخرجنا حسين بن عطا. هاي الإعادة كانت سهلة، ما فيش خطأ. طويلة في العمق لينجونغ صعبة، وخروج الحارس جميلي في آخر لحظة ولا ركنية صعبة، وهدف التعادل، هدف التعادل من ميغاتلي أمين. ميغاتلي أمين يتمكن من تعديل النتيجة. كان وحده، كان وحده تماما تماما. تلمسان آخر فرصة وآخر كرة، تنفذ الركنية من على خط المرمى، تخرج هذه الكرة، هدف مقابل هدف، وهذه الكرة الأخيرة 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 قبل أن تتجاوز الخط يتم إخراجها. نهاية المباراة إذن بهدف مقابل هدف.